قال الإمام الهروي رحمة الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه: أخبرنا الحسين بن محمد بن علي وساق السند إلى الربيع بن يسار قال حا وساق عدة أسانيد حتى وصل إلى أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس، فقالت لمشطتها: لف في رأسي. قالت: فديتك، إنما يقول أيها الناس. قالت رضي الله عنها: ويحك، أولسنا من الناس؟ قال: فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: أيها الناس، بينما أنا على حوضي إذ مر بكم زمرة فتفرقت بكم الطرق. زمرة يعني إيش؟ جماعات. قال الحديث: قال أخبرنا الحسين بن محمد. حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا الحسين بن محمد وساق السند إلى مطرف رحمه الله قال: قال لي عمران رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال فيها رجل برأيه ما شاء. هذا رد على عمر بن الخطاب من أبي موسى. نعم. قال أخبرنا علي بن أبي طالب قال أنبأنا أحمد بن محمد بن شارك قال حا قال أنبأنا عمر بن إبراهيم وساق السند إلى ابن حمدان قال حا قال أنبأنا محمد بن عثمان الجرجاني مرارا قال وحدثناه قال أنبأنا أبو عمرو قال حا قال أنبأنا أبو يعقوب وعلي بن محمد بن حسن وعبد الرحمن بن محمد ومحمد بن محمد وأحمد بن محمد والحسين بن محمد وساق السند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما ورضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مع أن السند ضعيف أنه قال صحيح، قال معنى صحيح. قال جوده الأعين رحمه الله وله علتان. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن مجبور وأحمد بن محمد بن إبراهيم من أصلهما وساق السند إلى أبي حاتم من الرازي قال حي قال وأنبأنا محمد بن أحمد وساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. عزكم الله خيرا، أحسن الله عليك. وهذه الأحاديث أيضا من الأهمام، كان ذم الكلام وأن تطوع نفسك لما جاء عن النبي العدنان. كل إنسان لا ينصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستسلم له فهذا نقص في الإيمان، كل بمعياره. فكلما على الاستسلام كلما ارتفع سهم التوحيد، كلما كانت الهداية التامة والأمن التام، لأن عظم التوحيد يظهر في قدر الاستسلام التام للنبي العدنان، استسلام لما جاء من الخبر أو لما جاء من الشرع والأمر بأنك تأتمر أو تسلم، الاستسلام التام للنبي صلى الله عليه وسلم. المعارضة تأتي بالمفاسدة أو بالمفسدة، أسف، المعارضة تأتي بالمفسدة، فتعارض الخبر تفسد على نفسك الاستسلام لله جل وعلا وتدخل رأسك في الغيب فتخسر كثيرا، تكون رجلا متبعا لهواه. والمعارضة للأمر يشغلك المعارضة عن الائتمار بالأمر، وتجعل المعاذير التي تكون لك حتى تتقاعس فتكتب عند الله جل وعلا أنك عاصيا لأمري، مفسدة في كل شيء. ولذلك مادة النجاة أصلها وأسها وأساسها تمام الاستسلام، مادة النجاة أصلها وأسها وأساسها تمام الاستسلام، تمام الاستسلام. شوف هنا أخي الكريم، أما أولا قالت هنا مسائل عظيمة في هذا الحديث، حديث في مسلم. أنا يعني أم سلمة بن عضاها كانت لها ضفائر شعر، كان أعتقد شعر طويل، لذلك الدلالة ذلك طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم سلمة قالت: إني امرأة لي ضفر شعري وأنا أغتسل من الحيض، أنقض ضفائر شعري؟ قال لها: لا. يبقى دي معناها إيه؟ شعرها طويل، لها ضفائر. فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. الغرض المقصود هنا انظر إلى الصحابة وتمام من إنقاد الإسلام، الذي لا يعرف قدر العالم لن يستفيد منه ولن يكون يعني قريبا، سيبعد، والذي يعرف قدره حقا فإنه سيكون أقرب ما يكون إليه ملازما لينا هينا ليأخذ. شوف أبو سلمة كان يعرف قدر ابن عباس، كان يعرف قدره جدا، كان يعلم ابن عباس هذا زكي الله خير، كان يعلم ابن عباس هذا حبر الأمة، يعرف قدره جدا، لكنه كان يجادله
كل ما يتكلم يراجعه وكل ما يتكلم يجادله. فابن عباس منع عنه العلم. وطبعا هو ليس من ابن عباس، ده الله تعالى هو الذي حجب عن العلم، لأنه ما كان يعني الاستحقاق التام يتأتى بمعرفة قدر العلماء. لذلك شوف الفارق، هو قد نفسه عن ندم، قال ضاع مني علم كثير لمخالفة ابن عباس. الزهري قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف ضاع منه العلم لأنه كان يجادل ابن عباس، لذلك استوعب منه الزهري كل شيء سريعا. لكن انظر بقى إلى 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 المقابل، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ماذا قال ابن عباس؟ قال كان ابن عباس يطعمني العلم إطعاما. شو انظر، فقال لنت له فأطعمني العلم إطعاما، عارف قدره نزل فأطعمني العلم، بقى يتمنى يدي كل ما عنده من العلم. لذلك شوف الزهري بقى في قوله، شوف هنا قال ما في أحد إلا استوعبته، قال إلا عبيد الله بن عبد الله، ما جلست مجلس إلا وجدته الجديد. نبع صافي، نبع صافي في هذا، في هذا الباب. انظرونا بقى لحرص الصحابة في هذه المسألة. أنا أشير إلى هذا، فالاستسلام التام وأيضا والأدب ترى أنك يعني تستفيد جدا. أم سلمة كان المرشطة تمشط شعرها، طيب فسمعت النسمة عن المنبر يقول أيها الناس، أيها الناس هنا يستصغي الناس، لابد أن ترعها سمعك. أيها الناس، فقالت لها لف شعري، يعني إيه داك من تمشيط الآن ما فيش ترجيل، يعني لفيها كذا وخلصت، لف شعري. قالت قالت فديتك، إنما يقول أيها الناس. فقالت لا ويحك، ألست من الناس؟ لهذه الدلالة أنها إيه؟ لفظ عام يعم الرجال والنساء. ويخرج منه، يخرج منه إيه بقى أستاذ يا كليب؟ الجن فقط، الكافر، ما الكافر ده مش ناس، الكافر ده قرود. يا أبوس يا إبراهيم، أبوس إيدك على الاختراعات التي تتبناها. سياقي الناس، كل الناس. خرجت الكافر ليه؟ مش من الناس؟ مش من الناس؟ لا إله إلا الله. الملائكة خرجوا صح كده، الجن خرج أيضا. طيب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم للجن وإيش والإنس، قد نقول لما قال أيها الناس قد ينزل الجن أو يكون باللازم. الناس سمعنا قرآنا عجبا. الغرض المقصود، قالت ويحك ألسنا من الناس، وهذه فيها دلالة على الإصغاء للعلم، الإصغاء للعلم. فالذي يجلس وذهنه كل ما كلمه معلش أنا ذهني شرد، أنت جالس تتعلم ولا جالس تبحث في خيالتك؟ ها كليب، هذا اسمه عدم إصغاء، عدم الإصغاء على أنه سوء أدب أيضا يحجب عنه العلم. فشوف وهي تقول لها رحم فديتك، قال أيها الناس، قالت ألست من الناس؟ فلما قالت ذلك علمتها أن تجلس وتصغي، فلفت رأسها وقامت حجرتها تسمع، فسمعته يقول أيها الناس. وطبعا هذا هي سمعت الأمرين مع العلم والعمل أيضا. ليش هي مأمورة شرعا أن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. قالت فسمعته يقول أيها الناس بينما أنا حوضي إذ مر بكم زمرة فتفرقت بكم الطرق. مرعب مرعب، جئتم جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزود عن حوضه، ما يجعل أحد ليس من أمتي يقف على يشرب من حوضه، وكل نبي له حوض. وقالوا كيف تعرفنا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرفه من إيش؟ من الطور الغر المحجلين. فيقول جئتم جماعات فتفرقت بكم الطرق، مرعب. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن من بين يدي أناس. أقول يا رب وصحابي وصحابي أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي. فقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فشوف هنا يقبلون على الحوض ها فلا يستفيدون، يختطفون إلى نار جهنم. ويا ليت النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعا عليهم. أشوف بقى مصيبة المبتدع العمل يفسد في دين الله جل في علاه. يعني أصلا انظروا بقى الفرق بين الشهوة والشبه. صاحب الكبيرة النبي بيأتي، يأتي ليشفع. قال كل نبي كانت له دعوة مستجابة، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي
وإنها نائلة بإذن الله أصحاب الكبائر من أمتي. يبقى أصحاب الكبائر بيذهب الإنسان ما يشفع لهم. أما دول الناس يقول سحقا سحقا بعدا بعدا يدعو عليهم أفسدوا الدين. ولذلك لك أن تتصور قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. أي أحد يأوي المبتدع أو يغض الطرف عنه فهو ملعون، ومن يقوي المبتدع ويقوي بدعته فهو ملعون. وهو نازل تحت النذير مر بكم زمرة جماعات فتفرقت بكم الطرق. هناك من يختلج، هناك ما لا يستطيع من المنافقين كالذين يقفون على الصراط ويظن أنه سينجو كما نجى المؤمنون، وكل على قدر نوره يمر فتظلم عليهم الطرق. فماذا يقولون؟ انظرونا نقتبس من نوركم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وغركم بالله الإيش؟ الغرور. وغرتكم الأماني فخلاص انتهى الموضوع، ما يستطيعون. التمسوا نورا، التمسوا على خلاف هذا. فنعوذ بالله أن, 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 أن نشعر بالأمان وأن النجاة بين أيدينا ثم ذلك يختطف. لما نظروا وجدوا أن عباد القمر في النار يتسقطون، عباد الشمس يتسقطون، الذين قالوا المسيح كذا ونسبوه ابن الله في النار، وبقيت زفرات من أهل الكتاب على التوحيد، وبقت هذه الأمة بما فيها من المنافقين. أبقاهم الله ما أنزلهم مع أنهم أسوأ من اللي نزلوا، أبقاهم لما؟ يخدعون الله فخدعهم. والذين يمكرون بالمؤمنين أتحسبون وأنتم تمكرون بأن الله غفل عنكم؟ ها؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بل ويخدعهم في الدنيا قبل الآخرة، يملأهم هما وغما على مكانتهم على وجهاتهم على أموالهم، هما وغما وكمدا. فشوف قال فمر بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق، كما تفرقت الطرق بكم، وهذا مرعب كما قلت، كما تفرقت بكم الطرق في الدنيا على البدعة وعلى السنة، تتفرق بكم النهايات، تتفرق بكم النهايات. ثم جاء بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا حديث عظيم جدا، وإن كان السند ضعيف لكن المعنى صحيح، أن الإيمان هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فسره لي كده كليب. هوا 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 فهتغني يا تسليم. يا كليب والله زول، أنا المفروض يعني أجدد عليك عشان أخرج السودانية اللي في رأسك هذه. نعم. اللقطة اللقطة تفضل تفضل معي تفضل تفضل الاثنين كاميرا واحدة تفضل. مفيش الحمد لله يا بركة أحسنت. أهو شوف أهو مع إن الدرهم والدينار عامل في قفاه تعب في دماغه لكن شوف ليه بقى هنا بقى في حاجة. أصلا لا يؤمن أحدكم كافر، يعني الخوارج يمسكونها في هذا الحديث أنه إيه كافر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا لما جئت به. طب الهوى مش موجود، هوا ليس على ما جاء بينا كفر. يبقى معنى كده لا يؤمن إيش؟ يبقى لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الكمال الواجب، لما أحدكم الإيمان الكامل كمال الكمال الواجب مش كمال مستحب حتى يكون هو. يبقى تطوع نفسك لله، دي معناها. يبقى المخرج من كده يا وحشي وحشي المنصورة، اللي هو بيكلم ميت فاهم، يخليك تموت انت جنبه. سليم يا كليب زيه الله أكبر. شنو وانا ايه قضاء الحكيم العليم. الله أكبر الله أكبر على كلام المنمق، كلام كبير هذا، كلام كبير. نعم الحقيقة في هذا الباب أنك تجبر نفسك على التسليم، اسمه تطويع الهوى لتسليم تشريع الهدى. فكلما وجدت نفسك أو هواك يخالف تجبرها، تجرها جرا. دي معاناة كبيرة جدا، لكن من استطاع أن يقاتل نفسه لربه سيكون هناك مشقة، لكن بعد المشقة ليونة
وسهولة في التعامل، لا ترى هواك في أنك تقول أين السنة، ماذا قال النبي، المسألة فيها إيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى سعيا حديثا إلى أن تكون كذلك. لا يؤمن أحدكم، شوف لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل كمال الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. وذلك هنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. صحيح. وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنت لن يمكن تطوع هواك إلا لشيء أعظم، وشيء الأعظم محبة الله محبة الرسول. نهيك على الثمرة طبعا، لأنه اتبعت هواك لسقط بالدنيا، سقط بالدنيا خسرت في نعم. هي لذة، وهذا الذي شعرناه. اللهم ارزقنا توبة نصيحة صادقة صالحة والزمنا بها وانت أرحم الراحمين. لذة ها أسرع من إيه؟ من الهواء. لذة سريعة مطعمة بإيش؟ بألم من جم بعد ما تستلذ بيحدث معك حرب في نفسك وندم وقلق. ده المؤمن. أما الكافر المنافق لا، هذا الكلام هذا ليس لهم. المؤمن كلما استلذ بالمعصية لذتها تعقبها إيش؟ هم وغم وألم. والأمر الثاني لذة فائتة لا تبقى ثانية واحدة، لا تبقى ثانية واحدة. جوع أمثلها لك بالحلال، عندما يجامع هو يتمتع عند الجماع بالمقدمات، وإذا قذف انتهى أمره، انتهى بالقذف، أي الثواني المعدودة دي انتهى الموضوع وخلصت المسألة. بس الحمد لله فيها أجر. حرام، أعوذ بالله من الحرام، الله يغفر لنا يا رب ويستر علينا ويتوب علينا يا رب العالمين. لكن في الجنة إيش بيحدث بقى؟ شوف ها أنبيني، ما فيش مني، ما في مني. يعني أنت يعني تتمتع وما في انتهاء، ما في انتهاء. أنت بتحضنها سنوات طويلة، فقط حضن سنوات طويلة. شوف بقى الدفء الذي هذا الوقت. الله أكبر، استيقظت أنت الوقت يا سوداني. شوف الدفء الذي أتكون فيه فقط سنوات عديدة. نحن جهلة، أنا أتكلم عن نفسي، جاهل غبي لا يعلم أن الطريق الذي يسير فيه نهايته أنه منتهي، فما يبقى إلا في الطريق الدائم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت الأعز الأكرم. فلذلك الإنسان في هواه، واتباع هواه مفاسد عظمى. أول هذه المفاسد إغضاب الرب. الأمر الثاني معصية الرسول. الأمر الثالث اتباع نفس الهوى أنها تقوى عليه، فلا تأمره بالخير بل تجره جرا إلى الشر. الأمر الرابع لو صار ديدنه اتباع الهوى لا يمكن أن يقبل الهدى، يظلم قلبه، إظلام القلب فلا يقبل الهدى. الأمر الخامس أن لذته فائتة ذاهبة ومآله مع المنافقين. نعوذ بالله رب العالمين، نعوذ بالله رب العالمين. فاضل الصنبطة، ما أجمل الاستسلام في أصحاب الإيمان. معيار العبودية تطويع النفس للرب، معيار مخالفة النفس للرب. فضل الصحابة في الحرص على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.